الكبير بتاعنا. يعني اطلب من الله ما تشاء ما تشاء. يعني سيدنا موسى يقول يا ربي استحي ان اطلب منك شيئا صغيرا، يعني الله كبير اطلب منك. قال يا كريمي لا تستحي ان تطلب مني ثمن طعام الثمن الملح، ما تستحيش. سبحان الله، من يعطيك الا هو؟ الله خلاص يعطيك الصغير والكبير، بس لما تسال العظيم خلي همتك عاليه، خلي همتك عاليه. فلا ييأس الانسان ابدا من الدعاء. واذا رايت ان دعائي غير مستجاب فالافرح. لماذا؟ لان الله يريدني ان اقف على بابه اكثر اكثر. الناس تيأس يا فضل. لا لا لا، يعني سبحان الله، يعني اخر حاجه عبدي فاني احب ان اسمع صوته. الله يحب ان اسمع صوت عبده، فلو اعطاه ربما يعني لم يعد قريبا. واذا انعمنا على الانسان اعرض وانا بجانبه، واذا مس فذو دعاء عريض. سبحان الله، ذو دعاء عريض. سبحان الله، واذا مس الانسان الضر دعاني لجنبه او قاعدا او قائما، فلما كشفت ما به من ضر مر كان لم يدعنا الى ضر مسه. سلم يا رب. فمن رحمه الله ايه ان يخليك يعني على بابه كي لا تمل، تتعود الصبر. مريت الصبر ازاي؟ يعني لا نجزع من تأخر السماء في ولا نقلق. ليه؟ لأن